دابا بهاد الوقفه بحال دابا انا سائق سياره الاجره عندي الطاكسي ولادي ما نقدرش نهزهم دابا الا بغيت نمشي الرحمه دابا ونجي وهز معايا المراه انا المراه دابا ما بقاش الكاغط ما بقيتش عارف وين فين كاين يزفرك جدر مي يقول لك لا ما دازهاش قانون ديال الطاكسي هذا الطاكسي مدير للمواطن المواطن واقف باغي يجي للعمل ديالو وباغي يركب والطاكسي باغي يهزو ويقول لك لا ما تهزوش علاش كاين الخاوي قال لك ما تهزوش من الرحمه الحي الحسني ما فيهش المواطن، المواطن باغي يخدم جاي الخدمة ديالو، الطاكسي ديرون المواطن ما ديروش لي أنا نتسارى فيه. أنا كاين اللي طلبوا لي 30,000 فرانك، وغنمشي للرحمة ب 30 درهم، ورجع خاوي. باش غادي كان ندير لهاد الراس حتى نخلص أنايا. ولادك ما تهزهمش دابا معاك. خاصك أنا بغيتي تمشي دابا الرحمة، إلا كاع عيط عليك ولادك وقال لك جيب دينا. خاصك تشد لي الطاكسي ديه وانت تتبعهم من اللور تحطوا لي الطاكسي بحي الحسني عاد تهزهم انت قانون ديال الطاكسي هذا وفينا هاد الناس راه جدرميه اللي جدرميه كيوقفوا دير الرحمه كاينين يلاه 360 طاكسي والناس اللي كاينه في الرحمه كاينه اكثر من 2000 ديال البشر يعني الا بغاو يديروا الخاوي ما غيكونش اكتفاء الذاتي باش غيجيبوا هذوك المواطنين بالتالي هذوك المواطنين كلهم غيتعطلوا على الخدمه ديالهم وعلى الدراسه والى غير ذلك من هذه المسائل هو واحد المقترح اللي بغينا نقترحوا على الحكومه يعني هو الطاكسي ديال الجهه مثلا من الرحمه والنواصر وكذا تكون الجهه كلها مثلا الطاكسي الى ريكولا يخلص البروسيور كي ما يدخلش للفوريال وتكون داك الشيء على الجهه على السطات والمحمديه وهذه الجهه كامله نطلبوا من السيد الولي انه يحقق لنا هذا المطلب هذا.